أسعد الله أيامكم كل خير. حالياً متواجدين في مجمع سكني في منطقة كاشوستو في حي يمرة، طبعاً مقابل جواهر مول. إحنا الآن في الطابق الثاني، العمارة فيها مصعدين، كل دور فيها شقتين. إحنا في الشقة رقم 3 في الطابق الثاني، مساحتها 165 متر مربع، عبارة عن 3 غرف صالة. أول ما ندخل لها المدخل، على يميننا مباشرة عندنا الصالة، الأرضيات باركيه، طبعاً أثمانة جميلة على البحر، وميزتها قريبة من الشارع الرئيسي. هذه إطلالة مباشرة الآن على البحر، كما شايفين. وأيضاً عندنا هنا معرض استقبال حتى تشوفوا القرب من الشارع الرئيسي. هذه الصالة مساحة 165 متر مربع للشقة، وهذه البلكونة الأمامية. مثل ما شايفين ظالة جميلة جدا على البحر في منطقة كاشوستو. طبعا عندنا هنا تحت مواقف سيارات، ألعاب أطفال، بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. هنا الممر ندخل الشقة، عندنا هنا المطبخ مثل ما انتم شايفين، دواليب راكبة جاهزة. وعندنا هنا الغرفة الأولى مساحة شرحة، عندنا هنا دورة المياه الأولى أو الكرامة، وعندنا هنا دورة المياه الثانية أيضا متكاملة. وهذه الغرفة الثانية أيضا مساحة كبيرة وشرحة، لها بلكونة خلفية مع شقة البلكونتين. هذه البلكونة الخلفية، نشوف غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، مساحة جيدة، لها دورة مياه خاصة فيها، طبعا مروش. وهنا عندنا مساحة ثانية، دولاب مثلا، مخرج طبعا. الشقة الطابق الثاني في حي كاشوستو مقابل جواهر مول. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.